Our prevalence of contraception in the year 1980 was 24%. Now we are 49.5%. That means that 50% of the women of Egypt who are married and within the reproductive age are using one of the modern methods of contraception. مؤتمرات واصبح ما هواش حاليا ولمده العشر ايام رفع الدعوه هو ان كان ظهر الاوراق بيقول او كان من وزير الاسكان احنا ما كناش نعلم ايه فحوى مقررات المؤتمر ولم تعلن الا ان الاعمال السياديه لا يجوز الطعن والقضاء يمارس سلطاته تحقيقا لسيادة الشعب فلا يتصور أن أكون سيد بمارس سيادتي ويبقى فوق مني سيد آخر أنا شرطانية جديدة بقى